ديفيد السيارة وين؟ مضيع السيارة. ديفيد؟ Good morning, good morning. من بعد ما قفينا الطيارة مبارح أو كانت التغت، بس قرر ديفيد ما ناخذ الطيارة اللي بعدها اللي بعد ساعتين ولازم نسوق على الجولد كوست. قضينا ليلة كتير حلوة كمان وحق، وأكلنا حمص والتقينا بالشباب وسهرنا عظيمة. نمنا ليلة بالأوتيل، ما استفدنا منه شيء لأنه عينا الساعة 4، رجع هلا عيد حساباته وقال أحكي لازم نرجع مبارح بالليل. Anyway، نهار جديد ببلش هلا، رجعنا على سيدني اليوم A Day of Adventures. الناس أشياء حلوة، مناظر حلوة من بعد ما نلاقي السيارة. معقول تكون على غير طابق؟ وين؟ بالرابع، بالخامس، السادس، البناية فيها 8 طوابق. ماشيين سلمنا عليهم، سلموا علينا، طلعنا انا وديفيد ببعضنا، قال لي اكيد هول لبنانيين، قلت له منيح ما في غير لبنانيه وين ما كان. هو البرهان يا حوي ومن مشري كمان توفيق طاق توفيق. We're just doing the refurbishment here on the bridge climb. We're refurbishing all the windows, heritage windows, and that's about it. خبرت كم سنه صار لك هون؟ صار لنا هون how many years have I been living in Australia? I was born here. Born here. خلقان هون. خلين هان وبعده بيحكي عربي. لكن ما خبرتكم احنا شو عاملين. باي. يمكن بريكم ما نقول شو عندك، ما حدا بيعرف. اهلا وسهلا. نحن طالعين نمشي على البريدج، اذا رح نخلينا يخلونا نصور من فوق ما بعرف. البريدج كلايم شغله كثير مهمه، لازم اعملها من 3 مرات، كل مره على مره عم نرجع ناجلها لانه بدها 4 ساعات ووقت ما في اليوم، وقت ما في، بس انه لازم تنعمل. من هون بتشوفوا كل الهاربر، بتشوفوا كل المنظر حلو، الشمس حلوه اليوم، 9 الحراره برد بس الشمس رائعة. التقينا بالشباب يلي عم بيهتموا بالإزاز وبكل التفاصيل. نحن بعد ما تروقنا لأنه قعدنا ساعة تلقينا السيارة، ديفيد يحس حاله غلط. And a new day starts now. Amazing Sydney. هون ممنوع المزح، فوت من جوات السيارة، فوت خلنا عايطه، فوت فوت. نحن هلا هون، هذا هو البريدج، بيجست وان سبان ارش بريدج. بالمبدا ما رح نقدر نصور، ممنوع نطلع معنا تليفوناتنا، وبفهم الموضوع. اول شيء شغلتين الاساسيه، انه تخيلوا في تليفون وقع من فوق وقاشط على راس حدا او على السياره بيعمل مشكله كثير كبيره، والثاني انه بدهم اياكم اكيد انتم تجوا اند اكسبيرينس بلا ما تفرجوكم الصور تبعها. رح نجرب قد ما بقدر اعيشكم الجو وخبركم بالاخر انطباعاتي اذا لازم تنعمل او لا. مورين لعزمتنا اليوم صارت طالعه على البريدج 32 مره، واليوم طالعه معنا. اجمالا بتتخبى ورا الكاميرا وما بصورها. وحده من الايكونز فينا نقول تبع سيدني، كل العالم بتحبها، كل العالم بتعرفها، خدومة كريمة، بتروح على كل الحفلات، بتوقف مع كل الناس، بتدعم كل الناس. Bill and Justine. She's the lady. 30 seconds. ودايما برجع بذكرها وبقلها بحبك 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 من قلبي. She's the sweetest ever. Nell, you gotta do it next time, yeah, Nell. Okay. So Allah بيريد.
هلا بتصير تقبل. اول ما ارجع على لبنان بتصير تقول ايمتى اخذنا ايمتى اخذنا ايمتى اخذنا، مش رح ننام هلا. I'll let you know how he fares. يعني إذا بيكون فزعان شوي. وقت اللي جورج وصوفي كان قاعد هون last time, he was very nervous, very nervous, but he was he loved it. نتذكر عليهم هني يبعثوا لنا صور. في عنا الجيب اللي لازم نلبسهم بلا جيب فوق جيبنا، التليفون رح يبقى هون، رح اشرح الساعة، ممنوع ناخذ شيء معنا. يلا بلتقي فيكم بالاخر بخبركم كيف كانت. بيعقد الدرون، بيقدر يفرجيكم صور، فيكم تشوفوهم بكتب، فيكم تشوفوهم على التلفزيون، بس بدكم تحسوا هون الهواء، الاحساس. Thank you so much for a great day. Oh, good. 3 hours spent together, and yeah. You were phenomenal. Thank you so Smiley, much. Smiley, welcoming, yeah. Professional. Great job. Oh, good, man. Thank you so much. So nice having you on the climb, Anthony. Thank you. You enjoy the rest of your time here in Sydney. I'm going for an amazing breakfast now. Awesome. Needed. Beautiful, man. Enjoy. Bye-bye. بتخبركم عن الاكسبيرينس، بس ركض ركض ركض. ديفيد صار اوريدي بالسياره، انا ميت جوع، فطلبت روست بيف ساندويتش هون من الكافيتيريا مع شوكليت بانانا، ما لحقنا ناكلهم لانه كثير مستعجلين وعنا ميتنج بعد شوي. طلع اليوم فيلين رايحين نقضي الليله بمزرعه، فركض ركض لازم روح اخذ اغراضي من الاوتيل، تقول لهم انه صاري مش نايم عندكم اليوم. I really need to eat something. لازم اكل شيء. فروز بيف ساندويتش كنا نحن بالسيارة. اوكي. اكسبيرينس رائعة رائعة رائعة. بالاخر التقينا برياري اللي هي عم تبيع الصور، تفيل هي وين ما كان. لازم تعيشوها للاكسبيرينس. كل مشاهير العالم، ممثلين، مغنيين، كلهم اجوا لهون. غير الصورة، غير الوقفة، الهوايات، الفايب تبع المدينة، بتشوفوا الووتر تاكسيز، السيارات تحكون، الترين عم بيقطع، الاحساس اللي عم تمشوه كل وقت، الحديد، فكروا انه ساعة العمروه مات 13 واحد فيه لانه ما كانوا يكونوا ملقطين بشيء. كل المدينه وقديش عريقه، البنايات يمين، البنايات على الشمال، دي سيتي اللي بيسموها مش داون تاون. It's a memorable experience once one has to try. Roast beef and cheese sandwich. Okay. Now we're talking. And chocolate banana bread. ليش بده يكون في بصل وثوم بقلب roast beef sandwich؟ ليش؟ onion, garlic, 13 سطر ingredients كلها خبزة وشايفة لحمة، فقستنا وقفنا. Okay. Chocolate banana bread is. And right here, so you get. مش موافقين اليوم.
الشيء اللي بضحك انه ركض كنا حاجين اوتيل غينا الاوتيل لانه فكرت ما كنا منتبهين بسكجول انه كنا نطلع هلا اليوم رايحين على فارم وراح تكون ليله كثير حلوه وذابحين لنا خروف والقد كلها سوا بهالوقت الليله اللي قصرنا فيها الطياره ما غيرت بعض قميصتي وعاشقه شنطتي طلعناهم من الاوتيل وانجأ بساعه بالصندوق هون قميص باي وحده من الثلاثه انا بالباركينج وبدي افلش الشنطه على الارض عم فكر اذا بفلشها هون بين السيارتين مينوال وصلنا على ماونت لويس بولينج كلوب ومأخرين على الموعد كتير الجوع شو بدي اقلكم and it's getting exciting بولينج كلوب ماونت لويس طلع مدير الكلوب لبناني واصلين على مطعم اسمه 14 on Waterloo ليش 14 وليش Waterloo ليش 14 ليش Waterloo 14 Waterloo Road Greenacre is the address of the premises of the club okay number one is a fork represents mm-hmm. restaurant yep. number four is our four lovely daughters my wife and Joanne right we have four lovely girls we all work here together Welcome Tiffany. Amazing vibes. بعد ما فتنا والجو واو المحبة والحب والحنين والغرام طالعين عم بيقبوا من الأوضة. أحلى. We love you Anthony. Welcome Dolphin. The crowd inside waiting for you. Good afternoon Anthony. Welcome. Welcome to Sydney, Australia. Welcome to Greenacre. Welcome to 14 on Waterloo. Situated inside Club Mount Lewis here in Greenacre. Greenacre is a small suburb in southwestern Sydney. I'm John Chidiak. My wife Joanne. I was born in Lebanon, Mizziara, of course, lovely village. Came to Australia when I was one. I've been here, my dad's mission was to come for 5 years, work hard, go back to Lebanon and raise a family. Been here 57 years, still great life, beautiful country, a country of opportunities. We've never let go of it. And we always go back to our Lebanon because Lebanon is in our heart. It's like a magnet, keeps on drawing us back. I want to say thank you to you, Anthony, for the work you're doing. You've brought lots of places, clubs, restaurants, bars, Lebanon to our lounge rooms. Kids love it. They can't wait to go back to Lebanon. You've brought America, you've brought Canada, you've brought Asia, you've brought the whole world to us. And we thank you very much for your hard work. Keep the good work going, Anthony. We love you. I'm Joanne. I'm
manage the business with our three daughters, Susanna, Selena, and Celeste. And it's very شو كولكتيف اكثر شيء تنشمع على الناس الحلوين حوالينا ما راك تقول اتس بيوتيفول اتموسفير بس اكثر شيء الحلو انه اوكي unexpected جاي على مطعم على كلوب فكرت الطاولة بنقعد نجرب الاكلات بقرا المنيو بفرجيكم شوي عن هذا الكلوب وشو بيعملوا and then طلع قدامي ما بعرف 60 70 80 شخص عيال من كل لبنان موجودين هون واو really unexpected amazing moment emotions حكينا عن الضياع اخبرنا بعض اخذنا صور الجو كتير حلو كنت طلعت مأخر عليهم حتى ماما يخبروا جاي التقى بكتير عجقة وناس فبعتذر اذا تأخرت عليكم كانوا عم يتغدوا في شفت اشياء لبنانية اشياء انترناشنال شو رايكم هلا نكفي ونفوت على المطبخ ونشوف شو محضرين للغدا Modern English, we have beautiful burgers and pizzas and pastas, we deliver Lebanese food and we have lots of chef specials throughout the week as well. We do a lot of catering, we do our functions, our birthdays, engagements, whatever you, we work with our customers as well, so it's great. We've got space here, we've got auditorium, as we have a look at the auditorium as we go through. So we'd love to work with our customers and their needs. Let's go through the kitchen. How are you going? Hi, I'm Emily. أهلا بالكبير راس بعلبك عم شان هيك صوت عالي بوصل لكن لكن في معنا الناس anything on social media. البنات God bless them. They very good with technology. I'm hopeless. They're very good with technology. They got on the phones, on the Facebook, WhatsApps, etc. Plus our club here helped us. They got a database of members and yes, the phone numbers. The text messages went out yesterday, and we were very happy the support from the club, especially to give us this opportunity. To bring our members and guests to this club and make a name for ourselves and get it out there. We're a small club. We're only 5,000 members, this club. We're nestled in the between three huge clubs. When I say huge clubs, I mean clubs got 80,000, 90,000 members, 100,000 members. We're a small club. We're close to churches. We're close to the mosques. We're close to everything here. And thank God it's going all right. We opened up 2 years ago, only 2 years ago. We're still fresh. We opened up, closed for COVID-19 for 3.5 months. It was a struggle, yes, wasn't easy. We got back on our feet. Hard work, the wife, the girls, staff, the chefs, the board and the club here helped us as well. So we got together again, and thank God we're up and running again. And business is not easy anywhere in the world. I'm amazed. I watch you. ثانك يو على المحبة، ميرسي لكل هالناس اللي اجت، ميرسي لهالافورت اللي انعمل. جاي على مطعم صغير، شوف بولينج، اند ذن شفت كلوب حرزين، ناعم حلو، الناس هون بتشبه بعضها، عجقته خفيفة. فكرت المطبخ رح يكون صحون صغار، انترناشونال كويزين ومشغول كثير حلو، تخيل هذا صحن واحد، في شي 7 كيلو هون تحت ايدي بصحن. سويت بوتيتو ماي فيفورت. Good quality, nice crunch من برا, starch مزبوط, الملح عليهم ما بيعلكوا. This is amazing. Mayonnaise on the side. This is top notch. ما بعرف لازم نبلش بالانترناشونال او باللوكل. لوكل يعني اللوكل تبعنا, يعني زعتر, دبس الرمان, عجينة نافخة على الاطراف, مرتاحة, عليها شانكليش. Yes. Yes, 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 yes.
هيدي بيتزا لبنان. هيدا اللي بيكلها كل حدا اجنبي مش لبناني او لبناني. اللبناني بيقول زعتر واو، الاجنبي بيطلع بيقول فول اوف فليفرز. بينه وبين الفيجيتيريان بيتزا شو الفرق؟ هيدي هي زعتراتها، عجينتها، خياراتها اللي معمولين جوليان صغار، البندوره سويتنس من دبس الرمان، الشقف الجبن الصغار. برافو فور ذس، كثير برافو فور ذس، معطيها حقها معطيها وقتها. برافو زعتر دبس الرمان مع بعضهم شانكريش وخضره. برافو برافو برافو. Is this one portion؟ هذا شخص واحد. دجاج صوص طماط توميتو صوص تشيز هام ريحتها اوه تشيكن بارميجانا سموها. رجعوا لهون شوفوا سمكة الجبنة، شوفوا الدجاجة كيف عم بتقص، تشوفوا لونها الابيض ونوعيتها العظيمه. Amazing tomato sauce, very acidic Italian style and flavors. Nice batter. بتعرفوا اكل مش مفلسف، خفيف لذيذ قريب على الروح. Oh, this is good. Really unexpected. Pasta, Napolitano sauce, pink sauce, linguine. عرفتوا good food. قالوا حياتي رجع على البيت كتير جوعان، شو طبخة الليلة حتى نتعشى سوا. هاي very simple. And then تركنا الحماس للاخر. كبزة فريش، لحمة قصت بسهولة، دبل باتي، دبل تشيز، بيتروت نايس، بندورة بتعطيها سويتنس. Very good idea. Let's try it. I'll come back for this. برجع لهون ببلش بالزعتر، بمطر شوي بكفي على التشيكن وبخلص بالبرجر. او بتعرفوا شو بتغدى هوليك بتعشى هاي، وبعد في سويت او بدي احط له مايونيز، سويت بوتيتو، جود فرايز. بكل فخر لبنانيه شغلين صح، اللغات عم تسمعها وهون منا عربي، جامعة مدينة جاية، جامعة ضايعة، جامعة كل هالبيوت. برافو ريسبكت ريسبكت. بتعقل ليك صوت الدجاجة، شفت قديش جوسي؟ لا this is spot on award winning. بدك اتشي ثاني من بعضنا يعني هون ما بعرف. فريد انت خلقان هون مزبوط، وصار لك كثير زمان، وانت بريزنت اوف ذا كلوب. قديش اهميه كلوب بمنطقه سكنيه، وقديش مهم تا يجمع كل الناس اللي حواليه؟ In English it's very important because you need a club that encompasses everybody. Like here is a bowling club, we've got people from 10 years of age to over 100. So the age group is massive. And also the fact that we sponsor all different sports, whether it's netball, whether it's St. John's Football Club, whether it's a soccer club. It's not just bowls, but bowls is one of the main streams. كيف اجت الفكرة ان تعملوا هالكلوب، وقديش في ناس لبنانية فيه او ثاقبت او؟ الكلوب كان هون انا ابو المجيد. بلش يلو شي 65 years going. And when I was a school kid, they offered the sport of lawn bowls as an option.
So we came down, it was close to home, so I thought, oh, I'll try it. And that's how I got hooked in, and then now I've been over 20 years club president, so I've been here a while. You're done when? Asim Namun Blouse. Okay. And Ardi. We used to live in Ardi in Lebanon. So I went to Lebanon after I was born, from 3 to 8, and mainly in Ardi was where I was living. But my dad's origins come from Blouse in the mountains. هلا دات الأكلات وكثير طيبين. كثير كثير طيبين. حتى بنقول لكل حدا إن كان ساكن هون لبناني أو لا يجي أكيد للكلوب بس يجي دور الأكل لأنه مزبوط. دور الأكل always up to Nijar Bulgai. We're happy to look after him as well. Thank you. Feels good. بس شو كيف بلعبوا بول؟ أول مرة أسمع فيها اللعبة. So grass, gazon. إيه كتير. عم تسمعوا. خبروني هلا انه اجمالا بيلعبوها حافين مظبوط barefoot balls is because some people want to try it for the first time and they don't have the equipment. Okay. They don't have the equipment and they have barefoot balls. Yeah, barefoot. And then هيدي هي الطابة. Yep. Did you get the rabbit? اوه بتفضل. Did you get the rabbit right? هلا بنسمع لك وين. You just got to get close to the white jack. There's a white jack on the other side. That's all you got to do is get the closer than your opposition. The balls are biased. They turn in towards the small circle. That's the bigger circle. So the main rule is if you want to play that side, you keep the little circle on that side. You got to play this way. You got to make sure the little circle's on that way. Okay. And it's just a matter of weight and direction. طابة صغيرة وطابة كبيرة أو سيركل كبير. إذا كبيتوها هيك رح تلف لهالميل. إذا كبيناها هيك رح تلف لهديك الميل. منا مبرومة برا مع الاخر يعني بتمشي منا مش بولينج ما بتروح مبرومة هلا من هون لاخر الدنيا ما خاصه بالبيتونك لكن بيتونك فرنسوية بتجي طابات حديد مبرومين وبيكبوهم تيفقشوا على هيديك وعلى مسافة صغيرة هون مسافة اكبر بكتير هلا بيقولوا بيجنرز لوك فرح اربح الليلة That's the idea عم بلعب عند الجيران عم كبها ما لازم كبها عم تمشي هيك كبه صارت صح ما عم نكب عند الجيران لا عم تلف عم تلف Thank you. Bye bye. See you soon. حلقة ليلى uploaded. قميص حلوة كتير سوفينير من هالكلوب. تعلمنا نلعب بول وفهمنا شو وينينا. أكل طيب. And let the experience continue. What's next? اليوم سايقين. ما أخذت وقت خبركم. اليوم سايقين رايحين طالعين عن صديقنا اللي تعرفتوا عليه قبل. جون جبران عنده مزرعة. كتير كبيرة فيها كتير حيوانات فيها كتير اشي حلوة وعدنا انه عملنا خروف قعدة حلوة بيض كاس عرق وكتير اشياء رح تكون سهرتنا حلوة كتير رح ننام عنده والصبح وعدني كمان بقوارمة وببيض وبترويقة اوه كانت ويت خلوها سيربريز سيربريز مش يعني not spoiling the excitement and the surprise What's next David? كنافة now we're talking بعد ما أكلنا كنافة كنافة قديش عمركم؟ 27 سنة بس 27 سنة
اسم الله محل اسمه كنافة. هلا فايت عن شديد أو صار له زمان؟ ثلاث شهور. ثلاث شهور تعمل كنافة. هذه هوية. هيك أنا مصلحتي بس يعني هويتي هيك بحب. طب خبرنا عنك أنت من وين بلبنان؟ معكار. معكار؟ 27 سنة وهلا محل كنافة. هون زوجتي. لكن وصلنا على الحارة يعني. هاي الهواية أكثر من هذه. تعرف في هلا قال لي سبحان الله يا زلمة أول ما هيك هيدا هو زيته تبع التلفزيون. هو زيته. Nutella and ashta knefe. So it's not just Nutella on the top. There's Nutella inside mixed in with the ashta. That is our fastir. So, and that's actually a gluten-free option as well. So tamer, a gluten-free arrowroot, cashews and pistachios. And one of my personal favorites, del iye, magrua, or however you want to pronounce it. There's a million different names. I'm not sure if I'm going to have a question, but if the corona had been a little bit, it's a little bit, it's a little bit, it's a little bit. Because gluten free, he's always got a cellar. And this is not available. This is home, this line, this is all gluten free. This is normal. There's one of them gluten free. I'm going to be careful because I'm not going to be able to do it. I'm going to be اوكي اهلا وسهلا انتوني شرفتنا ثانك يو فيري ماتش فور كامينج اسمي بلال من بيت المرعبي وي بين هي 26 27 ييرز ناو اور هارت اند سول از اولويز ان ليبانون اي واز بورن ذير بات ماي فورمال ايدوكيشن اند بيسيكلي ماي هول لايف اول اي ريممبر از هير فريندز فاميلي ورك كيدز الحمد لله. So a couple of years ago, Dad came up with the idea. So we've bought coffee, Lebanese sweets, and some food items as well, all together. Light breakfast and lunch menu. Here in the heart of Bankstown, we're in between the new university and the train station right across the road from the shopping center. So we're pretty central. Offering fantastic coffee, an amazing range of knefe. And we do a lot of gluten-free products as well. So people with celiac, gluten intolerances, and also lactose intolerance. So we cater to that. We do all the other stuff as well. And we do it great. The quick background behind that is Mum's been a celiac for quite a long time, a number of decades, and it's actually, she's what inspired us to do what we're doing now and give back to the people that haven't been able to enjoy knefe, fruke, and so many other different Lebanese sweets. Smid, obviously, jibne, ashta, Nutella ma'al ashta, biscoff ma'al ashta, and then we veer off a little bit from the Lebanese one. We've got the khishne, or neblisiyeh, however you want to put it, with cheese as well, the jibne, and mustamad jibne akel. طبعاً تكسرتها هيك على الخفيف من برا جبنة واو اف 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 individual portions جبنتها بتمغط منيح من برا فيها القرشي على القد يا طبعاً سكرها كتير خفيف كتير كتير خفيف يعني مش مكترين السكر فيكم تزيدوا قطع قد ما بدكم excellent cheese quality الفرق من برا ظابط حتى على التسخين ما علق ما مغط واو رفيع حتى نجرب جلوتن فري لحدا منه دارس ومنه عامل ومنه شاغل ومنه عامل حلو عربي بلبنان لا كنافة عظيمة بدها كتير قطر هالقد ما فيها سكر which is great هلا انا عم دوقها هي الجلوتين فري كمان الجبنه عم تمغط منيح زيت التكستشر بدي بلش اكل الجلوتين فري بحياتي زيتها 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 خافوا بالتفاصيل again هاي ما بتلاقوها وين ما كان هاي ما بتلاقوها ابدا وين ما كان نوعيه السمنه المستعمله عظيمه عندنا الجبنه خلينا نرجع نلعب عن جديد يلي شايفينه قدامكم is a gluten-free knife and it's just
بيرفكت. قشطة النوتيلا، هلا عرفت انه القشطة لاكتوز فري، في بقلبها نوتيلا كمان من برا، فرق مزبوط. عن جد بتعبر راسي، بعتت لي كلمة شعركم طيبة وهيك بتعبر راسي، يعني good feeling nice feeling feels like home، مثل أكل البيت، إحساسها منيح عن جد خوي. عينك يا ديفيد. feels good. We cater to now gluten free like celiac. إذا عنده حساسية بالقمح والطحين، حتى اللاكتوز فري، كثير عنا أنواع. القشطة نعملها نحن، we make it all here fresh and it's lactose free as well. You can't tell the difference. نخلطها مع النوتيلا، ونعمل مع السميد or our gluten free mix. But there's other things as well that we do. كثير شغلات. مثل ما قلنا في المفروكة، المفروكة بتنعمل كمان gluten free، يعني من دون سميد، من دون طحين، فستقية ومطلوقة مع القشطة، معمول جوز، تمر، فستق، اللي بدكم اياه. هلا الجبنة لازم تكون لها سايز معين حتى تظبط معنا الجبنة كاملة. فرجينا السر تبع الكنافه، بس اخبركم كل المحلات اللي صورت فيها كنافه اغلبيتهم تما اقول كلهم بيحطوا سميد مع الجبنه وبيخلطوها مع بعضها كرمال تلقط على بعضها، بيدوبوا الجبنه بيدوبوها مزبوط مع بعض وبحطوها بقلبها. هون لا، اغلبيه العالم بتستعمل عجينه الاسماليه اللي هي خبز بالاخر، يعني طحين. هون عم نشتغل على 100% سميد مطبوخ فايت على الفرن مع سمنه واللي هو، فعم نشتغل على كنافه طعمتها ما بتشبه الكنافه تبع السوق، بخلطه سبيسيال من شخص ما بيعرف كان بالكنافه قبل، عمل شيء هو بحبه عم بيطعميه للناس، وصدقوني لازم تجوا تجربوها. اتس هوم ميد ستايل كنافه، بس على شغل مظبوط، ما نفيت على الفرن مثل ما عملنا احنا بالبيت، وطيب كثير. سكر ابدا ما فيه، بتحطوهم بالقطر، كل تفصيل فيها بيعطيها فرق، ودغري بتشوفه بعدين نحاس تتعرف انا مشغوله على الطريقه الكنافه الطرابلسيه القديمه. ولا غلط، يلي بيعرف بالطبخ وبيعرف بالكنافه وبيعرف بالحلو بيعرف هذا الزلمه تعلم وحده التفاصيل الصغيره اللي اجانا ما بتشوفهم بمطابخ، يلي ست البيت بتعملهم، التيتا بتعملهم، شوي من النو هاو تبع الباستا، شوي من النو هاو تبع البيت، وركب شيء بيشبهه وطيب كثير. طلق صحتك ان شاء الله بتكبر، ومرت الجاي برجع بشوف شيء ثلاث اربع فروع مثلا، وميات هالكنافه عم بتوزع لكل هالشعب. الله يحفظك. لشخصين نايمين ساعة 12 وعيين ساعة 4، ساعتين طيارة، ساعة بالمطار، ثلاث ساعات مشي on the bridge تحت الشمس، وهلأ سواقة ساعتين تنوصل على الفاينل ديستنيشن. هليك هليك، يعني عن جد ما بعرف كيف ديفيد عم بيقدر يسوق. وقفنا بنص الطريق بعد في ساعة على ترومبا، قهوة أكيد حتى لو عتمت، إشياء نلقمشها لأنه أنا جعت عن جديد. and we continue. اخر 11 يوم صرنا هلا بالداي 12 اي ثينك، ما عم نام اكثر من 4-5 ساعات. جنون خويت، اشياء بتعقد، ناس رائعه، اكتشافات، ركض، الاديتنج بالليل، صرنا معبين ريزرفوار 4-5 مرات. اف ان شاء الله انكم عم بتحبوا كل شيء عم نعمله. يلا ديفيد قهوه.
تفضل تفضل. طلع عندي سوربريز لك. لا سولا لك الريحة. من طرابلس. واو انا مش شايف كركه هالقد كبيره بلبنان، بس هول جايين من الالمون حد طرابلس دغري. بتعرفوا الدق اللبناني كاستم ميد كاش حلوه الشغله اللي عليها مش معقول. يلا العرقات عم بيخلصوا، ريحه اليانسون توب. نحن وين؟ شو عم بيعمل نبيد كينغزديل واينز؟ لك هاي اوكي هات خبرنا شو هن التفاصيل. ويلكم تو كينغزديل، كينغزديل واين. نحن هون واينري بوتيك واينري، عم نجرب ناخذ ابروفل تنعمل ويسكي ديستيلري اذا على راد. جايبين الكركي كاستم ميد كركي، اتس 6 مل، اتس It's made on a boiler base. المايت السخنة بتغلي السبيرتو، ما في direct heat، ما في شيء. We haven't put it together yet because we're not quite approved yet. بس إذا الله راد قريبا. But we do make wine. This is all our wine factory. And we have our own brand of wine. And we have recently made whiskey by Tasmania. Yeah, definitely. هلا we'll have a drink. You'll share. تفضلوا شرفونا. عندك هيدي يجي hot water after being cooling down from the chiller. تذكر خبرتكم على الطريق انه الاساس شو؟ عملنا ذبيحه بغير شكل. انتني نحن هون عم نفتح مطعم اذا الله راد بعد شهر ونص شهرين. We should be able to be ready to accept visitors from Sydney, from all over Australia. عم نعمل مطعم مع function center، يعني كيف already عملنا ثلاث اعراس، نعمل garden wedding. القعده برا كثير حلوه والفيو. We're going to be producing some beautiful food, country food mixed with Gibran food. Welcome. يلا بطاطا تفاح راس نيفا مش راس اربع روس بعرفك بتحبهم. او ماي جودنس كثير بتحبهم. بحمد بيح الخد الي ما بتخانقوا اف الخد ولسان الي راس نيفا هونيك. هون عنا السموكينج وشقف اللحمه عم تركب. الشبيبة عم تأرجل، بلشنا بكاس ويسكي دراي ايج مش قلنا اليوم. ليبانيز كيوكمبرز وقرشتهم باي ذا واي. اهم شيء انه وصلنا بسلام لانه ساعتين طريق سوداء سوبر تعبانين قاعدين نكوز بعضنا على الطريق. ركز على الطريق، ركز على الطريق، ركز على الطريق. وصلنا بامان. تشيرز. طالما الكل مشغول، يلي عم بيشوي، يلي عم بينظف اللحمة، أنا رح دقلهم إياها. سوبر جوسي ميت، flavor of smoking والشوي والحريق والنار.
والفحم. intensely meaty. عطالك كدني. كدني طازة أكيد. هيدي طازة من السعور هلا انذبح من يومين. ما ناكل دغري نحن. واو سويت مثل البونبون. شو هاللحمة هاي؟ شو هاللحمة هاي؟ واو. عم تحسوا التكستشر تحت سناني؟ ايه this is great stuff. فعلا هاي فيها هيك a note of sweetness. يامي. من جد يامي. الأكل بفش الخلق. عم بقول لهم good food. حمص. كفتة loaded. خضرة super juicy. فتوش تبولة مخلوطة سلاد مع بعضها. صوصتها روعة. We have comfort food. So تلابس 3 طوق. حرارة 0. عم بقوله بكرة 4 تحت 0. قال كان صار لي يومين عم بقول ليش بردانين هالقد بهالبلد؟ استحقيناها. فرح نسهر مع الشباب نتسلى ننبسط نضحك. و نلتقى بكرة على سان رايز. Thank you for a great day. صحتين and good night. Hi Anthony, welcome to Kingsdale Wines. If you want to tell them, who? You want to tell them in English, there's no problem. I left the city, I left everything, and I came to live here. 5 months ago, وحدك بالطبيعة بهال أرض الكبيرة عندك حيوانات connecting to the roots, connecting to nature. How does it feel? Why? إنه شاب مثلك ممكن يكون بالمدينة مش عارف من مكتب لمكتب investment مع مطاعم بيك. Why? Why? Because I'm passionate about what I do here. It's very nice. It's a different atmosphere. It's very different to Sydney. It's a slower pace than what we're used to in our busy restaurants in Sydney. And I like the change. It's a good change to have. Amazing. تخيلوا قاعد هون عنده بكره حنشوفه بكره الصبح بالحلقه اللي بعدها وبيعمل لحمه ولا بدك تعزمني اكثر لعندك كل يوم اذا كل يوم هيك شويه ريبز وشويه لحمه وشويه دجاج وشويه قصه كلها من المدينه على ال 500 على الضيعه بعيده تقريبا من محل ما احنا تركنا شوي كان بيك اور ساعتين ونص من سيدني وعيش هون مبسوط 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 قلت له شو رجع معنا ابدا اللحم ال We learn. قررت وقف صور وقلت لكم باي وقلت لكم بوني بس لا هيدي بدي اقلها النوبه مثل ما بيقولوا لا هي مش معقول سموكت اند ذن شاركول جريلد بس هيك تعطيها هال 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 التفحيمه من برا اطرى من هيك انا مش شايف عم بلقطها بايدي بس تفرجيكم اطرى من الزبده أطرى من الزبدة super tender extremely juicy with the character يعني مش طرية بس طرية بس هيك full bodied very enjoyable nicely meaty intense flavor بدنا نعمله صحبنا أكتر
بيعزمني أكثر. كل ما نقول خلص برجع بيجي أشياء. هلا كنا شبعنا وكنا خلصنا بس إنه هولي ما بينقال لهم لا. ساعة لعندكم خدود طلع طلع طراوي. قطرة شقفة لحمة بكل المعزية أو الخروف. ساعة لعندكم لسان هيك مع عشرة حامض. هلأ في ناس بتاكل العين بس مش أنا. أوف رجعت فتحت القبلية. يلا حطوا الطاولة كاس عرق حتى نرجع نبلش. اخذت لسان مش الحال؟ واو مخاعات عليك او علي؟ او ماي جودنس بهاراتهم شو هالتتبيل الغير شكل؟ يعني هيك يعني لا بطل انت عمرك شيء زيني شفت شو فيها ما بيك شيء ابدا دلعت فيها ويمشي كتير 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 قوية كتير واو ليك ليك هون ليك هون ليك هون بعد فيه ليك اوه فتح فتح مين لمين كل هول يا حنة هولي لا ابو جريج اول مرة بيأكل لك اشي اوكي اتس جود اتس جود